وفي قضايا الجرح والتعديل يكفي للجرح أن يصدر من عالم واحد، ويكفي في التعديل أن يصدر من عالمين، من عالم واحد. فإذا اختلف عالمان صادقان معتبران منزهان عن الهوى في شخص ما، فإن الواجب على من أداهما من حملة العلم أن يتبينوا من الجارح ويطلبوا منه الدليل، فإذا قدم الدليل فيجب عليهم التسليم بهذا الدليل والتسليم بهذه الحجة. فإذا عارض المعدل أو غيره فإنه يسقط، هذا الذي يرد الحجة يسقط على أم رأسه وتسقط عدالته، ولا يؤتمن على دين الله. لو أن عالما واحدا جاء بالحجة والبرهان وخالفه العشرات لا بالباطل وبالكذب وبالحيل فلا يسمع لهم. هذه قواعد الجرح والتعديل، أو قواعد الجرح والتعديل التي تلزمنا في مثل هذه الفتن. فإنسان يجرحه عشرات العلماء ويسوقون الحجج على باطله وأضاليله وفتنته، ثم لا يسمع لهم بعض الناس بحجة أنه ما تبين الحق، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز في دين الله. إذن فلنأتي إلى كتب الجرح والتعديل ونقف عند كل ترجمة ونقول والله ما تبين لي، ونقف عند أي عقيدة ونقول والله ما تبينت لي، خلاف بين الروافض والسلفيين، أو بين الروافض والجهمية، أو بين السلفيين والمعتزلة، أو بين السلفيين والخوارج، أو بين السلفيين والمرجئة، أو بين السلفيين والصوفية. يقول واحد والله ما تبين لي، لا يقبل منه هذا الأسلوب. وإذا اختلف اثنان من السلفيين والحجة مع أحدهما فيجب الوقوف إلى جانب صاحب الحجة.